أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المشاهد نت: ممثلو المؤتمر في وفد ميليشيا الحوثي إلى جنيف ليسوا مؤتمريين. من الصحوة نت: لجنة في تعز أمام من يسكن منزلا لا يمتلكه، 5 أيام للمغادرة. صحيفة فرنسية تصف مشاورات جنيف بنافذة دبلوماسية صغيرة تفتح في نفق حرب اليمن. وأخيرا من القدس العربي: مترو القاهرة يطالب الراغبين في الانتحار بالابتعاد عن محطات القطارات. أهلا بكم. قال موقع إخباري إن أعضاء المؤتمر الذين قالت ميليشيا الحوثي أنهم ضمن وفدها في مشاورات جنيف لم يتم اختيارهم من قبل حزب المؤتمر، بل تم اختيارهم من قبل الميليشيا. وقال الموقع: تمثيل المؤتمر لم يتم إعلانه من قبل القيادة للحزب كما كان يتم في السابق، بل تم اختيارهم من قبل الحوثيين. ففي السابق كان يقوم المؤتمر الشعبي العام بتسمية أعضائه والإعلان عنهم، وكذلك كانت تفعل جماعة الحوثيين، وكان يتم تشكيل الوفد التفاوضي مناصفة كما هو في الحكومة وغيره من التمثيل الذي تم الاتفاق عليه. ولذا يعتبر هذا من المخالفات التي تمت. ومن الملاحظات التي رصدها المشاهد أنه لم يتم إشراك قيادات مؤتمرية بارزة بمنصب أمين عام أو أمين عام مساعد، إنما تم اختيار شخصيات لا تحمل أي وزن وأي ثقل سياسي. ومن الملاحظات أيضا أن الوفد لم يكن كالمرات السابقة، حيث كانت تحرص الجماعة على إشراك شخصيات حقوقية وقانونية وعسكرية، بينما تم التشكيل بناء على أبعاد سياسية هذه المرة. طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف طرفي الصراع في اليمن بالتنفيذ الفوري واللا مشروط لأربعة أمور لحماية الأطفال، وعنوان موقع الحرف 28. اليونيسف تطالب الأطراف اليمنية بتنفيذ أربعة أمور بشأن حماية الأطفال. قال بيان صادر عن المدير التنفيذي لليونيسف هنريتا فور أنه بعد مرور 3 سنوات من القتال في اليمن، وجدت فرق الأمم المتحدة المتواجدة على الأرض أن وضع الأطفال في اليمن بات أسوأ. ولفت البيان إلى أنه في يوليو الماضي فقط قتل نحو 21 طفلا، فيما قضى 55 آخرون في أسبوعين فقط من أغسطس الماضي. وقالت اليونيسف أن على الأطراف المتحاربة تنفيذ البنود الأربعة، أولها ضمان الوصول الآمن لجميع الأطفال المحتاجين ووقف الغارات الجوية والهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية، بالإضافة إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع وإطلاق سراح جميع الأطفال المرتبطين بالقوات أو الجماعات المسلحة، ووقف الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأطفال والإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين بتهم تتعلق بهذه القضايا الأمنية وتزويدهم بدعم إعادة الإدماج. الخوف من التغيير، تحت هذا العنوان كتبت شهباء شهاب مقالها المنشور في القدس العربي مضيفة: ما كل هذا الخوف من الإقدام على التغيير؟ من أين يأتي كل هذا التوجس من تحريك المياه الراكدة لحياة تأكلنا تعبا أو مللا أو كللا؟ لماذا يشقينا التغيير ولا تشقينا حياة لا تقنعنا ولا نلقى فيها رضا وبسطة وسعة؟ الخشية من الغموض والمجهول، والخوف من كل ما هو غريب عنا ولم نألفه، والريبة من صروف الدهر ونوائبه، والارتعاب من المجازفة يملأ البعض منا وجلا وهلعا. بعضنا ولد ليكون متحركا شغولا لا يهدأ ولا يركض، لا يحب التكاسل والركود، لا تقنعه حياة الراحة والدعة، ثائرا يملأه الطموح حرارة واندفاعا، يعشق ركوب الموج العاتي الهائج الذي يعلو ويعلو حتى لتكاد قممه تلامس أطراف ثوب السماء الأزرق المندلق فوق الأفق بدلال ثوب داتيلا فوق جسد فاتنة بهية الجمال. فتراه لا يعبأ كثيرا بمنطق الربح والخسارة، فالمغامرة في حد ذاتها ربح له، والخسارة يخشاها عشق محموم للإبحار نحو نجوم مضيئة بعيدة في أقصى أقاصي زوايا الكون الوثير. فلا تعد الخسارة إلا كنقطة سوداء شديدة الضآلة في زاوية صفحة بيضاء مترامية الأطراف لخير يجهله أو حظ سعيد ينتظره.
فالمغامرون كما يخبرنا عالم الأعصاب وأستاذ علم النفس التنموي الدكتور مارك لويس يختطفهم الحظ السعيد الذي لا يمكن التنبؤ به أبداً. بعضنا الآخر جبل على الخضوع لواقعه مهما كان مراً والاستسلام له، فهو لا يعشق الأحلام ولا يحب التعلق بأراجيح الطموح المسافرة في الفضاء، فيرى التغيير عسيراً عليه أو لا يقود لخيار واقعي أو يتعارض مع قيمه ومبادئه التي يؤمن بها. فمن يعشق الراحة ويقدس الجمود لن يعجبه التغيير ولا يطيقه. أقر اجتماع أمني في تعز انتشاراً أمنياً جديداً في المحافظة، ودعت اللجنة الرئاسية كل من تبقى في أي مؤسسة حكومية أو منزل خاص بضرورة سرعة إخلائها وتسليمها، وعنون موقع الصحوانت: اجتماع أمني في تعز يقر انتشاراً أمنياً جديداً في المحافظة. قال الموقع إن اللجنة حددت 5 أيام كفرصة لاستلام بقية مؤسسات الدولة، ويلي ذلك مباشرة تسليم المنازل الخاصة. وقالت اللجنة أنها ستتخذ إجراءات صارمة إزاء كل متخلف أو ممتنع أو متأخر، كما أقر الاجتماع إشعار أصحاب الفنادق لسرعة استلام فنادقهم وتشغيلها، وإبلاغ المؤسسات المعنية لاستلام أسواق المدينة وتشغيلها، وتتولى أقسام الشرطة توفير الحماية لها كلا في نطاقه. يتابع الموقع: دعت اللجنة إلى سرعة استدعاء المجندين في قوات الأمن العام والبدء بتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بواجبهم الوطني في حفظ أمن واستقرار تعز. قال الموقع بوست إن انتقالي الضالع اتخذ إجراء مفاجئا وعنون الموقع: انتقالي الضالع يقر تعطيل عمل المكاتب التنفيذية بالقوة وإيقاف إيرادات المحافظة إلى عدن. قال الموقع إن المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع أعلن بدء سيطرته العسكرية على المحافظة بدءا من الخميس. وقال المجلس الانتقالي في بيان له: عقب اجتماع لهيئته القيادية وقيادة في السلطة المحلية، أن الاجتماع أقر إيقاف جميع المكاتب الحكومية بالمحافظة باستثناء المستشفيات والكهرباء والمياه ومحطات الوقود، وأعلن تولي ما أسماه الجيش الجنوبي ممثلا بالهيئة العسكرية والمقاومة والأمن والحزام بحماية تلك المرافق الموقوفة، وفي سلسلة القرارات التي أقر المجلس إيقاف التوزيع الغذائي البيع بالجملة من قبل التجار للحفاظ على ذلك المخزون الغذائي، إضافة إلى تشكيل لجنة مكونة من الانتقالي والنقابات والرقابة الشعبية للنزول اليومي إلى المحلات التجارية لضمان ضبط الأسعار وعدم التلاعب بها. ومن سلسلة القرارات التي أعلن عنها انتقالي الضالع: إيقاف جميع إيرادات المحافظة وعدم السماح بتوريدها للبنك المركزي في عدن، وبرر ذلك بالقول أنه يتم صرف تلك الإيرادات من قبل حكومة من وصفها البيان بحكومة الاحتلال لأغراض شخصية وعبثية. الكاتب محمد القادري كتب في موقع التغيير نت أن هناك طريقتان لتحقيق السلام في اليمن، وأضاف: تحقيق السلام في اليمن لن يتم إلا عبر طريقتين فقط، وأي طريقة غيرها ليست إلا بمثابة تهدئة وترحيل للمشكلة، وليست حلا جذريا يؤدي لضمان السلام وديمومته مستقبلا. الطريقة الأولى تحقيق السلام عبر التصالح، المفاوضات والمشاورات والاتفاقيات بين التمرد والدولة يجب أن تكون مبنية على توبة المتمرد، والتوبة لها 3 شروط: تسليم الأسلحة والانسحاب من مؤسسات الدولة، والتعهد والالتزام بشروط المواطنة الصالحة كي لا يمنع أن يكون شريكا في حكومة وطنية يشارك فيها بالطرق المشروعة كاتفاق تم في المفاوضات. الطريقة الثانية تحقيق السلام بالقوة، في حال عدم توبة المتمرد على الدولة وانسحابه من المواجهة، فإن تحقيق السلام يجب أن يتم عبر استخدام القوة واستمرار الحرب حتى يتم القضاء التام على التمرد. وهذه الطريقة بيد الدولة التي يجب أن تخوض حربها على المتمردين حتى تحرر كافة تراب الوطن وتحقق الحسم الكامل. لكن يجب أن نفرق بين إيقاف الحرب وانتهاء الحرب.
تحقيق السلام الفعلي مرهون بعودة الدولة وانتهاء الحرب، والانتهاء الفعلي للحرب مرهون بتوبة المتمرد واستجابته للسلام عبر المشاورات والمفاوضات أو القضاء الكلي عليه في المعركة التي يجب أن تنتهي بالنصر وليس بالمفاوضات. العربي الجديد عنونت عن المشاورات اليمنية في جنيف: وفد المشاورات اليمنية شخصية جديدة بمستوى تمثيل أقل، حيث جاءت تشكيلة وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وحلفائها إلى مفاوضات جنيف بأسماء جديدة وفي الغالب بمستوى تمثيل أقل مقارنة بآخر جولة مشاورات سبقتها، خصوصا بالنسبة للحوثيين الذين ضم وفدهم عددا من قيادات حزب المؤتمر المتواجدين في صنعاء في التصعيد والتهديد بتنظيم احتجاجات مناوئة للمشاورات، وفي وقت لجأ فيه حلفاء الإمارات ممثلين بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى احتجاج على عدم إشراك المجلس ضمن أطراف المشاورات. تشكيلة الوفد الحكومي شملت خليطا لاعتبارات سياسية من ممثلي الحكومة كجهة ما هو حال الشخصية الأبرز في الوفد وزير الخارجية خالد اليماني والذي يشارك في الوفد المفاوض للمرة الأولى، وفي مقابل غياب شخصيات بارزة كرئيس الوفد السابق في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي ونائبه عبد العزيز جباري اللذين غادرا منصبيهما في الحكومة إلى دكة الهيئة الاستشارية للرئيس. من جهة أخرى جاءت تشكيلة وفد الحوثيين مؤلفة من أعضاء في الجماعة وحلفائها ومن حزب المؤتمر، وحرص الحوثيون على تقديمه كوفد موحد يمثل ما يوصف بسلطة الأمر الواقع في صنعاء يترأسه محمد عبد السلام. لا مبالغة في القول إن قصور الحكم والسياسة في العالم تستيقظ على وقع قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا ما بدأ به الكاتب جميل مطر مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال فيه أيضا: سرنا في أغلب الأيام بل وأحيانا في أغلب ساعات اليوم الواحد نقف مشدوهين أمام ما يصدر عن البيت الأبيض من مواقف تمس دولة أخرى أو مجموعة دول أو العالم بأسره. لا مبالغة أيضا في القول إن الهم الأكبر لحكومات عدة أصبح يدور حول أساليب الرد على تغريدات الرئيس ترامب وتصريحاته، حكومات تقرر التأقلم وأخرى المواجهة، ونوع ثالث يختار الانتظار على أمل أن المؤسسات الأمريكية لن تتحمل طويلا هذا الرجل فهي لن تجدد له لولاية ثانية، إن نفذ صبرها فقد تنهي عقد خدمته بالإقالة أو المحاكمة أو بكليهما معا. أما السؤال الذي يشغلنا فيدور بدوره حول أسباب هذه القوة والطلاقة والجرأة التي صارت تتسم بها السياسة الخارجية الأمريكية في عهد دونالد ترامب، والظروف التي دفعت مثل هذا الرجل للظهور في هذا الوقت وليس قبله أو بعده في السنوات التي أعقبت سقوط نظام القطب الواحد في مستنقع الحملة الغبية على العراق. تعددت مؤشرات تؤكد تفاقم العجز في النفوذ الدولي للولايات المتحدة، رأينا كما قرأنا أفكارا أمريكية عن الانسحاب من الشرق الأوسط، وفكرنا بدورنا عن قلق إسرائيل لو انسحبت أمريكا من الشرق الأوسط، وتسارعت خطوات انحدارها قبل أن توجه ضرباتها الحاسمة نحو تصفية القضية الفلسطينية وإسقاط النظام الحاكم في إيران. أنا عند اعتقادي أن دونالد ترامب كان ولا يزال أحد النتائج المنطقية لتطورات وأحداث ثورية الجوهر غيرت مجرى السياسة الدولية منذ نهاية الحرب الباردة. ترامب نتيجة وليس سببا أصيلا وراء ما نشهده، أضاف بشخصيته وتاريخه وولاءاته وانحيازاته وتجاوزاته، ولكنه لم يأتي بها. ترامب وحقبته وما حققه وما أفسده وخربه لم يأتي من فراغ. في الجولة الخاصة بترجمة قناة بلقيس للصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة ليبراسيون الفرنسية تقريرا حول مشاورات جنيف والتي وصفتها الصحيفة بنافذة دبلوماسية صغيرة تفتح في نفق حرب اليمن. قالت الصحيفة أنه منذ عام 2015 وتدخل التحالف العربي أدى الصراع إلى مقتل ما يقارب 17,000 مدني وتشريد 2,500,000 آخرين وتعرض 8,400,000 شخص آخرين للمجاعة والمرض. وتنقل الصحيفة عن ناشطة يمنية قولها
إن اليمن ضحية لعنة الجغرافيا، فنحن لسنا في حسبان أحد، بينما للعالم بأكمله مصالح مع المملكة العربية السعودية. تقول الصحيفة الفرنسية أنه ورغم أن التدخل العسكري للتحالف العربي يمثل نقطة تحول وتصعيد في الصراع، لكنه ليس السبب ولا أصل المشكلة. وقال فرانك ميرمي تعود الأسباب الجذرية إلى رفض الرئيس علي عبد الله صالح الانسحاب من السلطة. تفيد الصحيفة منذ بداية النزاع في عام 2011 فشلت 7 اتفاقيات هدنة بوساطة من الأمم المتحدة، في حين فشل مبعوثان خاصان من الأمم المتحدة في جهودهما لإيجاد حل. من صحيفة ليبراسيون الفرنسية أيضا ننشر أجزاء من مقال كتبته هلا كودماني حول سير الأحداث وتطورها في اليمن وكيف بدأت الحرب خطوة خطوة. بعد أشهر من الاحتجاجات والقمع الدموي في عام 2011، وقع الدكتاتور اليمني صالح الذي كان على رأس البلاد لمدة 33 عاما اتفاقية برعاية مجلس التعاون الخليجي يتخلى فيه عن السلطة مع منحه حصانة، وتم انتخاب نائبه عبد الرب منصور هادي المرشح الوحيد رئيسا في عام 2012، ولا يزال هادي رئيس الدولة الشرعي المعترف به من قبل المجتمع الدولي وبدعم من التحالف العربي. بعد قبول طرده تحت ضغط الشارع والمملكة العربية السعودية، أراد الدكتاتور السابق أن ينتقم من أعدائه وحلفائه مع أعداء الأمس. كان طموح صالح الشخصي هو العودة إلى السلطة بمساعدة الحوثيين ثم تجاوزهم. في مطلع عام 2014 قدمت هيئة الحوار الوطني اليمني خطة حكومة فيدرالية مؤلفة من 6 أقاليم. يتضمن المشروع أن محافظة صعدة معقل الحوثيين تندمج في منطقة لا تصل إلى البحر، فيتشدد المقاتلون ويرفض هؤلاء المتمردون الحل ويشن هجوما قويا باتجاه العاصمة صنعاء بالتواطؤ مع صالح ووحدات الجيش الموالية له. في يناير عام 2015 حاصروا القصر الرئاسي، مما أجبر عبد الرب منصور هادي على الفرار إلى عدن ثم إلى المملكة العربية السعودية. عندما سيطر الحوثيون على عدن، عندئذ تحرك الجيش السعودي على رأس تحالف عربي تدعمه الولايات المتحدة إلى الحرب. تشرح هذه الأبعاد الثلاثة مدى تعقيد استمرارية الحرب في اليمن. تواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية وقد لجأت إلى معالجات لمواجهة هذه الأزمة. ووفقا للبي بي سي، الأرجنتين تلغي نصف الوزارات بهدف التقشف لمواجهة انهيار العملة المحلية. أعلنت الأرجنتين مجموعة من إجراءات التقشف، وذلك في محاولة لمواجهة حالة الطوارئ التي فرضتها أزمة انهيار العملة المحلية. وقال الرئيس الأرجنتيني في حديث بثه التلفزيون أن الأرجنتين لا يمكن أن تستمر في إنفاق ما يفوق عائداتها. وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع قيمة الضريبة المفروضة على صادرات بعض الحبوب والمنتجات، بالإضافة إلى إلغاء نحو نصف وزارات الحكومة. وتعتبر الأرجنتين أكبر مصدر لحبوب وزيت الصويا على مستوى العالم، كما أنها منتج كبير للذرة والقمح وفول الصويا. وفقدت العملة الأرجنتينية البيزو نحو نصف قيمتها منذ يناير الماضي، على الرغم من رفع المصرف المركزي الفائدة إلى 60%. من الأخبار المنوعة التي نشرتها صحيفة القدس العربي، مترو القاهرة يطالب الراغبين في الانتحار بالابتعاد عن محطات القطارات. قالت الصحيفة إن شركة مترو الأنفاق في القاهرة طالبت الراغبين في الانتحار والمرضى النفسيين بعدم الانتحار تحت عجلات المترو لتجنب تعطيل أحد أكثر المرافق حيوية في مصر. قال المتحدث باسم الشركة أحمد عبد الهادي إن وقائع الانتحار المتكررة تعطل حياة الملايين من يعتمدون على المترو في تحركاتهم، مؤكدا أن المترو ليس جهة انتحار وأن الشركة تتكبد خسائر كبرى بعد كل حالة. وأضاف عبد الهادي أن الشركة ليس لها دخل بحالات الانتحار التي تحدث داخل محطاتها، ولكنها فرضت رقابة على جميع الأرصفة لمواجهة حالات الانتحار، الأمر الذي أثار غضبا على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث فسر المتابعون تصريحات الشركة على أنها محاولة لإبعاد المواطنين عن الانتحار في محطات المترو حصرا، وإمكانهم الإقدام على ذلك في مكان آخر.
جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارديان البريطانية لمجموعة من الصور المتنوعة والتي التقطت من أحداث وقعت بمختلف أنحاء العالم نتابع. فن الكاريكاتير الذي يختزل الكثير من وجهات النظر على شكل رسومات ساخرة في كثير من الأحيان، ننشره لكم من عدد من صفحات الصحف العربية. فإلى الكاريكاتير. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.